واتساب يوتيوب، معانا معاكم فيديو جديد على قناه جديد كتب. وقبل ما نبدا النهارده ما تنساش تعمل اللايك والشير والسبسكرايب للقناة عشان يوصل لك كل جديد. ولو انت حابب تشتغل معايا سيبك تحت رقمي اسفل الفيديو وحساب الانستجرام اسفل الفيديو، تقدر تتواصل معايا ونتفق على الشغل هناك. وطبعا فيديو النهارده فيه تطور ملحوظ جدا في الكاميرا وبرضك في الصوت عشان نبدا نحسن المحتوى، بدانا ان احنا نشتغل اكتر وننتج اكتر عشان نقدر نلاقي حاجات اللي احنا نصور عليها. فانا في بروجكت معايا هو بروجكت دريل، ولكن هو على التايب بتاع اكستنتاسيون. ولكن انا عملت كده حاجه حلوه اللي انا دخلت الدريل في التايب بتاع اكستنتاسيون، ودي النتيجه اللي هنسمعها بعض. يلا بينا نشوف النتيجه عملت ازاي، وبعدين نبدا نشرح لكم ازاي عملنا اللحن دوت. اول حاجه دلوقتي هسمعكم ازاي اللحن ده طلع، او نتيجه اللحن بقت عامله ازاي. تمام، اول حاجه هنا انا اضفت طبعا السامبل دوت. تمام، هو سامبل على التايب بتاع اكستنتاسيون. نسمع كده السامبل الواحد عامل ازاي. بس طبعا السامبل دوت ما كانش كده، انا معدل عليه هنا. البيت شوب طلع لي زائد 300، وعملت التايم خليت التيمبو على 140، بحيث ان معظم الحاجات بتاعه الدريل او التيمبو بتاعه الدريل بتلاقيها على 140، فلذلك انا عملت كده. نسمع كده قبل الفلتر عامل ازاي. بعد هنا بقى الفلتر اللي ضفناها، وهو فلتر ايه الايكولايزر. اول واحد هو الايكولايزر، عملته بالشكل ده، خففت شويه هنا من عند ناحيه البيز. تمام، وعليت شويه من الهاي فريكونسي، وبنفس الطريقه دي عليت شويه من الميد. بعدين هنا الكمبريسور عشان نخلي الصوت متساوي مع بعضه. كليك يمين هنا، دخلنا هنا كليك يمين، بعد كده ماستر 2. تمام، وطلع لنا الشكل دوت. ده بستخدمه احيانا في الميكس بالنسبه للكمبريسور. بعد كده اضفت شويه من الريفيرب، وهو الريفيرب 2 تبع البرنامج نفسه. هو برده مش وحش، اضفته واديت النسبه ميكس ليفل 21%. بعدين اضفت هنا الايكولايزر ووطيت الصوت خالص، وقطعت شويه من هنا وشويه من هنا، وبعدين رجعت هنا اضيف ريفيرب. حسيت ان الصوت كده محتاج صدى صوت زياده، وفي الاخر هنا عدلت الايكولايزر من هنا اللي هو الهاي فريكونسي. حسيت ان هنا في حاجه عايزه تنزل اكتر شويه. تمام، بعدين هنا جيت اضفت صوت بسيط جدا، وهو صوت الباد. نسمع الصوت عامل ازاي، هو من الاومنسفير في اس تي اومنسفير. ولكن الفكره اللي عملتها في الصوت دوت اللي هو خليت الصوت واطي قوي، بحيث ان يبقى الميلودي كده تحت حاجه خفيفه، بحيث ان انا حبيت الدرمز الدريل يبقى بشكل جديد، وفي نفس الوقت يبقى الدرمز عالي. يعني انا حبيت ان انا اخلي الميلودي واطيه والدرمز يبقى اعلى، بحيث ان يبقى في باور اكتر في اللحن. بعدين هنيجي للدرمز، نشوف الدرمز عامل ازاي. قبل ما نشوف الدرمز هنا اضفت على صوت الباد على الاومنسفير الايكولايزر. تمام، بالشكل دوت بالظبط. زي ما انتم شايفين قطعت شويه هنا من البيز، وبنفس الترتيبه ديت بالظبط، وشويه من الميد وشويه من اللو ميد، لان انا حبيت اعمل كده. ما حبيتش ان الصوت يبقى واضح قوي بتاع الباد، لان مش عايز الشخص يندمج في الميلودي اكتر ما هو يندمج في الدرامز. عشان كده عملت درامز هاي، وطيت الميلودي بالشكل ده، واضفت هنا الويف شيبر بتعمل شويه ديستورشن بصوت في الصوت. بعدين نيجي هنا للدرامز، نشوف عملنا الدرامز ازاي.
نشوف كده اول حاجه في الدرامز عملنا ايه بالظبط. ونشوف اول حاجه مع بعض مثلا ال 8 to 8. اول حاجه دي ال 8 to 8 نسمع كلمه 8 وال 8 to 8 ما عملناش غيرها على ما عملناش فيها حاجه كتير قوي، ولكن هي الخامه اصلا كويسه اللي اضفناه هنا. وقعنا من الميد شويه وبالشكل ده قطعنا شويه من الهاي فريكونسي لحد هنا لحد الهاي ميد بالظبط، ولقينا منها الميد واصله للو ميد شويه، ووطينا الصوت تمام عشان يبقى الصوت ما يبقاش اعلى من الكيك طبعا. لكن احنا لعبنا هنا على الكيك هي تبقى اعلى من التو هيت، وظبطنا طبعا الليفل. بعدين هنا الهاي هاتس، نشوف الهاي هاتس عملناها ازاي على البيانو رول. تمام، هنا اضفنا الايكولايزر بتاع البرنامج العادي وقطعنا شويه هنا من الهاي فريكونسي بالشكل ده، وشلنا جزئيه البيز خالص لان احنا مبقاش محتاجين جزئيه البيز في الهاي هاتس. وهنا نخش على الكيك نشوف عملناه ازاي. برضو الكيك ديت يعني خامه لوحدها هي ماسكه كل حاجه، يعني هي متحتاجش تحط فلاتر عليها خالص لان هي الخامه اوريدي الخامه يعني حاجه فوق. فبرضك لو انت حابب تحصل على خامات تقدر تكلمني تحت اسفل الفيديو على ارقامي تحت او على حساب الانستجرام ونتفق على المكاتب او الخامات او الشغل ده. تمام، قطعت هنا شويه من الهاي فريكونسي بالنسبه للكيك وقللت شويه من البيز لان الصوت يحتاج الشكل ده بالظبط، طلع كده تمام. بعدين هنا وهي اخر حاجه اضفنا الريم او بمعنى اصح اللي هو مكان السنير، حطيت ريم اسمع قبل بعد. تمام، هنا اضفت البلوت اوفر درايف بحيث انه يتقل الخامه اكتر بالشكل دوت، واديت الميكس ليفل على 39% كويس جدا. وهنا الايكولايزر اضفته وقطعت لحد البيز بالشكل ده ورفعت شويه من الهاي ميد وشويه من التريبل او الهاي فريكونسي عموما، والريفرب تو اضفته وخففته بنسبه قليله جدا 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 يعني 6% على النكس ليفل عشان يبقى نسبه صدى الصوت خفيفه ما تبقاش حاجه عاليه قوي وتعوم ومش هتليق على التايب اللي انا كنت عايز اعمله في البيت دوت او على النوع اللي انا في دماغي وبنفذه. وبعدين اضفت الفلوت ليمتر حاجه بسيطه جدا هنا زي الساتوريشن من هنا، والجين وطيته حاجه بسيطه حوالي 0.4 دي بي. فبس كده يعتبر ده كل اللي عملته في البيت حرفيا، ونسمع معاكم البيت مرة تانية. بس كده، لو انت حابب تحصل على البيت دوت هسيب لك تحت لينك البيت على متجر الالحان تبعي اسفل الفيديو، وهسيب لك برضو حسابات التواصل تبعي لو انت حابب تشتغل معايا في البوم او تراكات جديده او الحان او ايا كان، تقدر تكلمني تحت ونتواصل في الشغل. بس كده، كان معكم ديجي ديكو من قناه ديجي ديكو 2، فسلام.